هي مغامرة أدبية امتزجت من خلالها الوقائع التاريخية بالخيال الإبداعي، وعاشتنا ضمن أحداث اجتماعية وإنسانية ما كتبوهاش المؤرخين، أما تخيلتها وصاغتها الكاتبة أميرة غنيم في رواية ما زلت دار الأكابر. ما زلت دار الأكابر رواية ثانية للباحثة والأستاذة الجامعية أميرة غنيم عن دار مسكليني. حصلت الرواية على جائزة خاصة بلجنة التحكيم ضمن جوائز الكمار الأدبي، وهي واحدة من روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. من قبل ما تقرأ الرواية تجبدك صورة الغلاف بريشة الفنان الجزائري رشيد الطالبي، تحطك الصورة في الإطار الزماني والمكاني للحكاية، المدينة العتيقة بتونس في الثلاثينات. في الإطار هذا نتعرفه على عائلتين من فلتية، عائلتين من أصل عريق، النيفر والرسع، كل واحدة تعيش بعقلية ومنهج مختلف عن الأخرى. لكن نازلة واحدة وقعت في ليلة من ليالي ديسمبر 36 بدلتهم كل حياتهم. في الرواية مزج بين الحقيقة والخيال، الحقيقة المتمثلة في أحداث تاريخية عاشتها تونس في ثلاثينات القرن الماضي، وشخصية عرفها التونسيين كواحد من أعلام التنوير، مصلح اجتماعي ومناضل نقابي، واللي هو الطاهر الحداد صاحب الكتاب الشهير امرأتنا في الشريعة والمجتمع. الكتاب هذايا اللي جر عليه الويلات وتعرض بسبب الأفكار اللي فيه للتكفير والملاحقة وقطع الأرزاق. الطاهر الحداد قدمته لنا الكاتبة كشخصية روائية وأضافت عليها الكثير من الخيال الأدبي، وصنعت معها ثنائي غرامي ممنوع حسب أعراف المجتمع في تلك الفترة. اللافت في الرواية أنه قصة العشق اللي قامت عليها وقع استعمالها باش تحكينا على إطار واقعي تونسي بكل مميزاته، كل العقد والمركبات متاعه. نلقاو في الرواية الطبقية، العنصرية، الجهل، الظلامية والتحديث، وبعض القضايا الاجتماعية كيف التعليم، السفور، المعتقدات الموروثة، الميراث، الزواج والطلاق. المميز زادة في الرواية أنه الأحداث تحكي لنا على لسان 10 شخصيات، كل واحدة وحكايتها، وكل شخصية تروي لنا حسب وجهة رأيها وحسب مستواها الثقافي والتعليمي والطبقة الاجتماعية اللي تنتمي لها، تفاصيل وأسرار النازلة اللي حلت على دار من ديار الأكابر. نازلة دار الأكابر رواية ناجحة من وجهة رأيي لعدة أسباب، من بينها المغامرة باستعمال رمز من رموز التاريخ التونسي وتقديمه في صورة ممكن بعض من الناس ما يقبلوهاش. من نقاط القوة فيها أيضا تمكن الكاتبة من اللغة العربية وسرد الأحداث بطريقة سلسة تشجع القارئ على مواصلة الغوص في الرواية وإكمالها للآخر.